أفشات، أصبح تنظيمات، محاولة بالخطأ، خطرة تنحط الجول، جول الشلهوب، ويوب يونغ ينصبان السيرك الأزرق أمام البوابة الصفراء، ويوب يونغ يتنفس صعدة من جديد، يحرز الهدف الرابع مع الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني من المباراة. 4 الهلال لشيء النصر في واحدة من أجمل وأحلى وأمتع ما يقدمه وتقدمه الكتيبة الزرقاء. الشلهوب لمها، الشلهوب قطعها، الشلهوب مررها، ويوب يونغ على طريقة الكوبرا بلدغة ثانية أيضا في مرمى النصر، الهدف الرابع في الدقيقة 5 من زمن الشوط الثاني من المباراة. خمسة